بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل المباركة من سورة الحج تتحدث عن شرط متى تحقق لزمت إقامة الصلاة، ومن هذا يتبين أنه ليس المقصود هنا الصلاة الفردية التي يقوم بها كل إنسان. ليش؟ لأن الصلاة الفردية التي تجب على كل إنسان غير مشروطة بشرط. الصلاة تجب على الإنسان المؤمن من غير شروط، مكناهم أو لم نمكنهم يجب عليهم الصلاة، كانوا حاكمين أو محكومين، كانوا غالبين أو مغلوبين، كانوا قادرين أو مستضعفين، يجب على كل شخص أن يصلي في كل الأحوال. فإذا كان كذلك يتبين هنا أن الآية المباركة لا تتحدث عن الصلاة الفردية التي يجب على كل إنسان أن يصليها، وإنما تتحدث عن إقامة الصلاة إما بالأمر بالمعروف أو استخدام السلطة التي لدى الإنسان والقدرة ونفوذ الأمر. حديثنا هذه الليلة يكون بإذن الله تعالى في أطراف الصلاة ولزوم الاهتمام بها في إقامتها في المجتمع، حيث أنها تعتبر معراج الأرض وأهل الأرض إلى السماء. كربلاء وقضية الحسين عليه السلام بالرغم من أن حوادثها كثيرة ولا يمكن الإحاطة بها تسجيلياً، إلا أنها سجلت لنا ثلاث صلوات، وكل صلاة من هذه الصلوات لها قيمة استثنائية وهي محل للتأمل. سجلت لنا صلاة مشتركة
بين جيش بني أمية وبين معسكر الإمام الحسين بإمامة الحسين. لما جاء الحر بن يزيد الرياحي في مثل هذه الأيام وتلاقى مع الحسين عليه السلام وصار بينهم كلام، وخضع الحر إلى الحق، قال له الحسين عليه السلام: أتصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي؟ قال: لا يا أبا عبد الله، بل نصلي جميعا بصلاتك. إلى ذاك الوقت كانوا معسكرين مختلفين، ولكن صلاة جماعة موحدة بإمامة الحسين حصلت في ذلك المكان. هاي الصلاة سجلها ودونها التاريخ. والصلاة الأخرى صلاة الحسين عليه السلام بأصحابه فقط في يوم العاشر ظهرا، بعد أن رأى أبو ثمامة الصائدي ونظر إلى السماء فقال: هذا وقت الصلاة قد قرب أو دخل، وأحب أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة معك. قال له الحسين: بلى، هذا أول وقتها، ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين، سلوا القوم أن يكفوا حتى نصلي. طلبوا من القوم أن يكفوا لم يفعلوا، فصلى الحسين عليه السلام بحماية عدد من الأصحاب صلاة الجماعة ظهرا قصرا، وليست صلاة الخوف، قصرا ظهرا، في وقت كانت السهام تأتي إلى جهة الحسين وأصحابه. هذه أيضا صلاة في ظل الرماح وفي ظل الهجوم. وصلاة ثالثة أيضا سجلها تاريخ السيرة الحسينية، وهي صلاة الليل التي أدتها زينب العقيلة سلام الله عليها ليلة الحادي عشر من المحرم إلى جانب جسد الحسين سلام الله عليه. هاي نظرا لوجود قيمة استثنائية في كل واحدة منها سجلها التاريخ، وإلا الاهتمام بالصلاة كان ديدا الحسين وأصحابه. إحنا حديثنا هذه الليلة ينطلق من هذا المعنى، أن هناك مسؤولية على الإنسان الذي ينفذ أمره في مكان ما ويقبل قوله في مكان ما، أن يسعى لإقامة الصلاة من قبل الآخرين وليس فقط هو يصلي. يعني الأب في داخل البيت لا يستطيع أن يقول: والله أنا قلت يشوفوني الجماعة أصلي، أولادي يشوفوني، بناتي يشوفوني، شو أسوي لهم؟ يعني كل واحد أخذه من إذن أجر إلى المصلى؟ لا، ولكن أنت ممكن في ذلك المكان، ولكلمتك نفوذ بدرجة من الدرجات. هنا ينطبق عليك الآية المباركة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني جعلوا الآخرين يقيمونها. لأن قلنا الصلاة الفردية اللي يقيمها الإنسان ما فيها تمكين وعدم تمكين، واجبة على كل حال، لكن أمر الآخرين، توجه إلى الآخرين، أمرهم بالمعروف، توجيههم إلى هذه القضية تحتاج إلى نفوذ كلمة، تحتاج إلى تمكين، تحتاج إلى قدرة. هنا القرآن الكريم يقول لك: أنت أيها الوالد بمقتضى قواميتك في منزلك ينطبق عليك الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أنت مدير في مدرسة من المدارس وعندك قدرة إجرائية، تقدر تصدر قرار، تقدر توجه توجيه، تقدر تعطي فسحة 20 دقيقة، 25 دقيقة، وتحث من معك من الأساتذة أو الطلاب على إقامة صلاة الجماعة أو الصلاة عموما.
ينطبق عليك، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. لا تقول أنه أنا مثلا ما لي شغل في الموضوع أو قسم، لا سمح الله البعض، هذا فقط فرض. فرض أن نقول واحد مدير مثلا أو مدرس يجي يقول إذا أعطينا 3 ساعة و25 دقيقة نرجع إلى منازلنا متأخرين نصف ساعة. طيب، هنا ينطبق عليك أنك ممكن في هذا المكان، وأن عليك مسؤولية الحث، مسؤولية التوجيه، مسؤولية التشجيع على إقامة الصلاة. وهكذا الحال بالنسبة للمدرس. كذلك أنت في الشركة مدير، أيضا لك إلى رأيك، إلى قولك، إلى سلطتك. من يشتري، من يستجيب، خلفت فرصة من الفرص. لا يكون كالبعيد يقول على سبيل المثال أنا إذا جمدت نصف ساعة عندي 50 عامل معنى ذلك بالحساب الاقتصادي كذا وكذا. كلا، لأنك ممكن في هذه الشركة، استخدم نفوذك، استخدم قوة شخصيتك، موقعك الإداري لكي تقيم الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله سبحانه وتعالى ينتظر النتائج وترجع إليه هذه النتائج. لو نظرنا إلى هاي القضية، قضية الصلاة، حقيقة نحن ينبغي أن نلتفت إلى موقعها في الدين. والحمد لله الكثير من الحاضرين والحاضرات ملتفتون وملتفتات، لكن أنا هنا أذكر، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. الصلاة هي المشترك بين الديانات السماوية، عنصر مشترك بين الديانات السماوية، بدءا من نبي الله إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نبي الله إبراهيم يدعو ربه أن يجعله ممن يقيم الصلاة، وأن يجعل ذريته أيضا مقيمين للصلاة، وأن يتقبل دعاءهم. نبي الله موسى يخاطبه القرآن الكريم يقول: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. خلي بيوتكم مثل الدائرة متقابلة، فيها حالة من الالتئام والالتفاف، حتى الشكل الهندسي يراد توظيفه في خدمة التواصل الاجتماعي. اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. الصلاة أيضا واجبة عليكم. سواء اختلفت كيفية الصلاة بين ديانة وأخرى، لكن أصل هذه العبادة في كل الديانات مشتركة. نبي الله عيسى يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأما نبينا محمد فإن الله عز وجل يخاطبه كثيرا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الخطابات التي وجهت للنبي وللمسلمين بشأن الصلاة شيء كثير في القرآن الكريم، فهي إذن خط مشترك بين الديانات والأنبياء. على مستوى الأوصياء، أعظم شهيد لدينا هو شهيد الصلاة، أعظم إمام لدينا هو إمام الصلاة، شهيد المحراب علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. استشهد في محراب صلاته كأنه يريد أن يؤكد هذا المعنى، من ولادته إلى الكعبة إلى شهادته متجها إلى بيت الله عز وجل. والإمام الصادق عليه السلام يعمل شيئا
مستنكرا عند الناس. تقول زوجته لما ذهب بعض الأصحاب يعزيها قالت: لو رأيت أبا عبد الله عند قرب موته لرأيت عجبا. قال: وماذا؟ قالت: لما كان يحتضر طلب أن يجمع كل من كان بينه وبينه قرابة، أي واحد بينه وبينه نسب، إخوان، أعمام، أخوال، بني عمومة، خلهم كلهم يجون. فلما اجتمعوا، قضية مهمة، ما يدرون شنو القضية، التفت إليهم وقال لهم: اعلموا أنه لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. مو تارك الصلاة، مستخف بالصلاة غير تارك الصلاة. تارك الصلاة هيك، ما بين العبد وبين الكفر بالله عز وجل إلا ترك الصلاة. هذا المستخف يصلي ولكن يأخذها هينة. أساش عندنا الصلاة ما راح تشرد من عندنا، من الآن الظهر إلى المغرب 5 ساعات، ما صارت الساعة 12، واحدة، 2، 3. طيب لا الكعبة بتشرد ولا الصلاة بترتفع، موجود إلينا وقت. فيقدم كل شيء على الصلاة ويؤخر الصلاة لأجل كل شيء. طيب هذا يصير مستخف بالصلاة. أي عمل من الأعمال وقت الصلاة حلو، وقت الصلاة خلي تصير في وقت آخر. إذا بلغ الأمر إلى تهوين مقام الصلاة أنا إذن يصير مستخف. إذا صار مستخف لا تنال شفاعة أهل البيت هذه الصلاة. لاحظوا الإمام الرضا عليه السلام، قضية مهمة كان عنده في مجلس المأمون. المأمون جمع أرباب الديانات من بطاركة المسيحيين وأحبار اليهود والفلاسفة وعمران الصابئة، دين يقولون إنهم يتبعون يحيى، نبي الله يحيى، وموجودون الآن في العراق وجنوب إيران ومذكورين أيضا في القرآن الكريم الصابئين. فجمع أيضا رئيسهم عمران الصابئ. عمران الصابئ يعد من أعظم الفلاسفة في زمنه، ويخشى العلماء أن يناقشوه لأنه يطرح إشكالات في غاية العمق والشدة ويخشون من عنده. فجابوه أيضا الإمام الرضا عليه السلام. إجا بدأ ببطاركة المسيحيين ثم اليهود وقرأ عليهم من التوراة ومن الإنجيل وبين لهم وبرهن. إجا الدور على عمران الصابي، صارت الضحى، فطال البحث بينهما طويلا، تبين الرجل شديد المراس، إلى قريب الظهر وإذا بصوت المؤذن يرتفع. الإمام الرضا عليه السلام قال: نعلق الحديث إلى ما بعد. فقال له عمران: يا أبا الحسن، الله الله فيه، لقد لان قلبي وأخشى إن قمنا من هذا المجلس ما أرجع، يعني قلبي يرجع قاسي الآن، ما دام حسب تعبيرنا الحديد ساخن أضرب فيه، الآن قلبي لين، الشبه انحلت من عندي، باقي شيء قليل كمل وياي، الله الله فيه، لقد لان قلبي لا تقم. فقال الإمام الرضا عليه السلام: بل نقوم للصلاة. يعني نداء الله أولى بالإجابة من ندائي هذا. يابا هذا رئيس فرقة دينية كبيرة، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. إذا هو يهتدي وراه مجموعة كبيرة من البشر يهتدون، إمام الرضا يقول: لا، قوم نصلي، خليه يروح، ما يريد يستجيب لا يستجيب، صلاتنا ما تتأخر، إن أحب أن يجلس بعد الصلاة جلسنا، ما أحب في أمان الله، صلاتنا ما تتأخر. قام الإمام الرضا عليه السلام وذهب للصلاة، صلى ورجع. عمران الصابي بعده موجود، قال: لنكمل الآن. أكمل الحديث معه، ما هي إلا ساعة، وإذا بعمران الصابي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
لا ريب أن لموقف الإمام الرضا عليه السلام في اهتمامه بالصلاة أثر فيها. يعني هذا الرجل اللي قدامه يقول هذا ماخذ الدين بجدية، هذا العالم الكبير اللي يحل العقد، لكن إذا واحد صعد فوق المنارة وقال حي على الصلاة يترك كل هذا يقوم يروح حتى يصلي، هذا يتبين دين بهالمقدار من التأثير فيه. وهكذا بالنسبة إلى سائر أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذا اهتمامهم بالصلاة. الصلاة شيء إذا إحنا قليلا نتأمل فيها نفكر أن الصلاة التي نأتي بها مو هي هذه الصلاة البسيطة، لا، لها قيمة عظيمة. الصلاة من الواجبات التي لا تسقط بحال، مع أن أكثر الواجبات الدينية تسقط بالعجز. الجهاد باب فتحه الله لخاصة أوليائه، صحيح؟ ذروة سنام الإسلام هو الجهاد، لكن يسقط الجهاد مع عدم القدرة. واحد ما عنده قدرة، ما متمكن، يسقط عنه. طيب، الزكاة والخمس حقوق مالية مهمة، طيب، لكن إذا واحد ما عنده أموال يسقط عنه الزكاة، واحد ما فضل من مؤونته شيء يسقط عنه الخمس. طيب، الحج اللي هو الركن الخامس للإسلام، وهل دور الاستثناء اللي يقوم فيه الحج، واحد ما عنده فلوس لا تروح الحج، ما عنده صحة لا تروح الحج، الطريق مو آمن لا تروح الحج، يسقط الحج بواحدة من وسائل فقد القدرة البدنية أو الطريق أو المال، لكن الصلاة لا تسقط بحال أبدا. هذا نص رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن الصلاة لا تسقط بحال. تقدر توقف صلي واقف، ما تقدر قاعد، ما تقدر نايم، ما أقدر أتحرك أومئ، ما أقدر أومئ بنية قلبك، غرقان في البحر باقي 10 دقائق عن العصر، يقول لك هناك صلي صلاة الغريق. صلاة الغريق صليها هناك، ماكو عندنا واجب هالشكل أبدا. الصلاة هي تلك الواجب، هي تلك الورقة التي إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. واحد المؤلفين، أنصح إخواني الشباب أخواتي الشابات إذا يقرؤون إلى شيخ قراءتي مفسر للقرآن، أكثر كتبه باللغة الفارسية ولكن بعض الكتب مترجمة إلى العربية، وهو محاضر وخطيب متميز وتخصصه في القرآن الكريم. هذا الرجل يشبه، يقول هاي إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. يقول أجيب لك مثال عرفي، الآن أنت تسوق السيارة ومريت على شرط المرور، شرط المرور يطلب منك أوراق، تطلع إلى بطاقة اعتماد في البنك فيها 1,000,000 دولار، قل لها تفضل، قل لك هذه ما تفيدني، ما خليك تعبر، يا بهاك خذ هذه بطاقة إلكترونية، بطاقة الأحوال الشخصية، طيب أخذها، يقول لك هذه مو مقبولة، عندي كومة أوراق ومستندات ودفتر العائلة وما أدري شهادة التطعيم والميلاد و كلها أعطيها وياه، يقول كل هالبطاقات ما تفيدك، رصيدي البنكي أعطيك نسخة من عنده ما يفيدك، فقط يفيدك شنو؟ رخصة قيادة. الصلاة بهالمعنى إن قبلت قبل ما سواها، هذه إذا أنت قدمت صلاة في يوم القيامة سالمة وتامة ينظر في بقية الأمور، ما قدمت هذه الصلاة ما ينظر في بقية الأمور. طبعا هذه عندنا، وعندنا شيء آخر وهو الولاية لآل محمد. الصلاة مثل ما هي بوابة الجنة، أول شيء يعطيك صلاحية للدخول
رخصة المرور كذلك تركها هو أول سبب لسقر. قالوا ما سلككم في سقر، أعاذكم الله وإيانا منها. سقر غير لظى، لظى غير جهنم. هذا بحث أنه قسم من الأعمال والذنوب تودي سقر، قسم من الأعمال تودي لظى، قسم من الأعمال تودي جهنم. إذا واحد حين تأمله في القرآن الكريم يلاحظ بعض الأعمال يستخدم نتيجتها فلان اسم مو ذاك الثاني. قالوا ما سلككم في سقر، مثل ما أن الجنة درجات متعاليات، النار دركات متسافلات. قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ندري السبب شنو، أول سبب هو هذا، لم نكن من المصلين، هذا أول سبب جعلنا ندخل إلى هذا المكان. ولهذا ينبغي أن الإنسان إذا كان له القدرة، له القابلية، له الإمكانية، له التمكين في مكان ما، ينبغي أن يسعى في إقامة الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض، في بيتك أنت ممكن، في المدرسة أنت المدير ممكن، الموجه التربوي ممكن أن يكون كذلك، في الوظيفة أنت مدير شؤون الموظفين عندك إمكانية، في سائر الأماكن أنت كذلك. الذين إن مكناهم في الأرض، مو في كل الأرض طبعا، ما في واحد ممكن في كل الأرض في كل الدنيا، في مناطق معينة، واحد ممكن دولة، واحد ممكن دائرة، واحد ممكن في داخل البيت. إن مكناهم في الأرض شنو سووا؟ مو صلوا، لأن الصلاة كما قلنا ليست مشروطة بالتمكين، صلاة على كل حال واجبة على الإنسان، وإنما أقاموا الصلاة، جعلوا الآخرين يقيمونها، حرضوا الآخرين على إقامتها. طيب الآن عندنا كثير من المدارس، شباب المدرسة المتوسطة الثانوية، بنات وأولاد، ينبغي أن يسعى الإخوة المؤمنون من المدرسين ممن لديهم قدرة في هذا الجانب من المدراء في الحث على هذا الموضوع. تجزء من مسؤوليتك الاجتماعية تجاه هذا المجتمع أن تسعى في إقامة الصلاة ضمن دائرة تمكينك. الطالب يطلع، كثير من الطلاب يطلعون من المدرسة ما يجدون طريقهم إلى الصلاة، قليل ربما يروح يصلي في البيت أو يجي إلى المسجد. تعال انتهز هذه الفرصة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أي الصلاة شيء عظيم حقيقة الأمر، احتاج فقط إلى شيء من التأمل. شنو معنى أن نبينا محمد لذكره صلوا عليه، يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، فيها راحة نفس، فيها انسجام مع الداخل. معناها لازم واحد يتوجه إلى الإمكانيات الموجودة في الصلاة. كثير في بحث الصلاة، وأنتم بحمد الله من أهل الصلاة ومن العارفين بها والواعين لمضامينها، ولكن أنا أشير إشارات تذكيرية. أول ما نلاحظ في الصلاة النية، نية التي يعبر عنها القرآن الكريم، نية مو فقط في الصلاة طبعا، في كل شيء، صبغة هي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هاي نيتي. بل حتى مشربك خلي يكون لله، مأكلك لله، منكحك لله، سعيك للعمل لله، معاشك لله عز وجل، معادك لله عز وجل، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لون حياتك ب
بصبغة الله، بالنية الإلهية، وإليها أثر عظيم. أثر النية الصالحة أنها أحيانا العمل الفاسد تقلبه إلى صحيح. عمل من حيث الموازين والمقاييس قد يكون متام، لكن ينقلب من نية الصالحة. طبعا احنا مأمورين أن نأتي بالأعمال على صورتها الصحيحة، لكن بعض الأحيان النية الصالحة ترمم النقص الظاهري. هذا ما نفهمه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. بلال بن رباح الحبشي وهو كان على خط الولاية، خط ولاية أهل البيت عليهم السلام، وإله بحث خاص في شخصيته، كان يقول له رسول الله أذن فيأذن. بلال حبشي، وانتم لاحظين قسم من بعض الأجناس ومنهم الأحباش لا يعربون الكلام، فكان في الأذان يقول بدل أشهد أن لا إله إلا الله يقول أسهد أن لا إله إلا الله، بدل الشين سين. فقسم من هؤلاء المتحذلقين أو اللي عندهم يعني تظاهر بالكلمات كانوا يسخرون منه أو يضحكون عليه، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سين بلال شين عند الله عز وجل. هالنقص هذا يرمم بأن نية بلال هي الدعوة الحق إلى الله عز وجل، هو مضحي في سبيل الله، يريد الناس يجون إلى الصلاة، وهذا يرمم خطأه. في المقابل العكس، النية الفاسدة، النية الفاسدة عمل كبير وإذا به ينهار. شايفين هالمدة الحرائق اللي تحدث في شمال إسرائيل أساسها شنو؟ ربما عود كبريت واحد، شيء بسيط ولكن يحرق هالأشجار الكثيرة وهالمساحات العظيمة جدا. العمل الكبير أيضا من الممكن شيء بسيط، فيروس صغير، هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، أنت القوي الطويل العريض صاحب العضلات يطرحك مدة أسبوع كامل ما تنتفع بدنك أصلا طيلة الأسبوع. هذا شيء بسيط فاسد يفسد هذا البدن. لا بعد ذاك العالم يقدر يحكي ويسولف، لا هذا المحلل يقدر يحلل اقتصادا، لا هذا ملاكم وصاحب العضلات يقدر يصارع، لا هذا العامل يقدر يعمل، كل من فيروس لا يرى بالعين المجرد. النية الفاسدة مهما صغرت هذا دورها. احنا نحتاج إلى نيات صالحة، نيات إلهية. يقولون أن بهلول، وبهلول كما ذكرنا في غير موضع رجل فقيه من فقهاء أهل البيت في زمان الإمام الكاظم عليه السلام، وإنما تظاهر بالجنون حتى لا يبتلى في إيمانه ولا يجبر على القضاء عند هارون، ومن خلال تظاهره بالجنون يقدر يسوي أشياء كثيرة ويقول أشياء كثيرة لو عاقل ما يقدر يقولها. فشاف في يوم من الأيام في بغداد أن الخليفة هارون قد بنى مسجدا ووضع طوبة عليه أنه هذا ما بناه الخليفة الصالح أمير المؤمنين هارون الرشيد العباسي. هو راح هناك شاي هذه الطابوقة كسرها وكتب بفحمة هذا ما بناه العبد الصالح بهلول. الناس اجوا صلوا شافوا انه هذا متغير، اللي بناه واحد المكتوب شيء اخر، فرفع امره الى الخليفة، جابوه الى انت سويت هالشكل؟ قال يا سويت هالشكل. ليش؟ قال له انت انا سؤال، بنيته لله او للناس؟ رياء لو خالص؟ قال له لله. قال له خذ، الله يدري انه منو اللي بناه حقيقة ومنو اللي بس كتب اسمه هالشكل، ما يحتاج يغير شيء. الله حتى لو 20 واحد يكتب اسمه يدري منه اللي بناه حقيقة، لكن يتبين أنه أنت مو بانيه لله وإنما بانيه للناس. طاعة
طبعا ينبغي أن نشير، مو كل واحد اللي كتب اسمه على مشروع خير، على حسينية، على مركز، على مسجد هو من هالنوع، لا، أحيان كثيرة وربما أكثر الأوقات في هذا الزمان مطلوب الصدقة العلنية، الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية بالليل والنهار. بالذات في هذه الأزمنة ربما يكون المطلوب إعلان الصدقة، إعلان التبرع، التظاهر بفعل الخير لتشجيع الآخرين، خصوصا إذا كان الإنسان مو نيته هو هذا، مو الباعث إلى أن الناس يقولون كذا، وإنما عمله لله، لكن أحب الناس أن يقتدوا به وأن يسلكوا مسلكه، هذا شيء مطلوب وجيد. طيب، فأولا النية الصالحة التي نقرأها في الصلاة، والنية فعل قلبي، ما يحتاج تقول أصلي كذا وكذا وقربة إلى الله تعالى، هو أنت نية قلبك وحركتك القلبية شنو هي، هذا واحد. بعد ذلك تأتي إلى التكبير. من جملة الأشياء التي أحصاها هذا المفسر شيخ القراءة وقد أشرت إليه، يقول في الصلاة وأطرافها أكو 360 تكبيرة خلال الخمس صلوات في اليوم والليلة، من الأذان إلى الإقامة إلى 6 تكبيرات قبل البدء في الصلاة مستحبة، إلى قبل كل ركوع وقبل كل سجود وبعد كل انتقال من الصلوات إلى أن تسلم، يستحب 3 مرات أيضا أن تكبر، ثم في تسبيحة الزهراء أيضا تكبير. هذه إذا تضرب هالمجموعة هذا تحسبه وتضرب في 5 يصير 360 تكبيرة. أنت يوميا إذا تلتزم بهذه الأمور كلها أنت تكبر الله 360 تكبيرة. يقول ومن غريب المصادفة أو التخطيط أن عدد الأصنام التي كانت حول الكعبة وفيها 360 صنم، فأنت في مقابل كل صنم تقول الله أكبر، في مقابل كل صفة سيئة وغير تامة لله تقول الله أكبر، في مقابل كل وهم يتطرق إلى ذهنك تقول الله أكبر من أن يوصف، أكبر مما أتخيل، أكبر مما يصفه الناس، وهكذا. تكبير إلى موقعية في الصلاة، بس يحتاج إلى معرفة ماذا تصنع، ثم بعد ذلك تبدأ بالفاتحة. أنا الآن لست في صدد بيان تفاصيل الصلاة لأن الأمر يطول، ولكن أريد أجيب لك أمثلة على أنه ينبغي أن نتوجه إلى معاني ما نؤدي. الفاتحة التي نقرأها مقسومة قسمين، قسم لله وقسم لعباد الله عز وجل، قسم صفات الله وأسمائه الحسنى، وقسم للعبد استعانه وعباده وطلب هداية، من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هنا كلها مربوطة بالله عز وجل. لما تبدأ الفقرة الثانية إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآيات، النصف الثاني هو إليك أنت أيها العبد، وتركيزك في ذلك على الاهتداء إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو طريق الاعتدال في العقائد، لا غلو ولا تقصير، الطريق المستقيم هو الطريق المتوسط الاعتدالي، لا تصير مقصر في حق النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، ولا تصير أيضا مغالي، تتصور أنه إذا قلت أشياء عالية أنت يعني قاعد تعطيهم حقهم، لا، الصراط المستقيم هو صراط الاعتدال والتوسط في العقائد. في الحياة الشخصية
الأكل والشرب وما شابه ذلك، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الصراط المستقيم هو صراط الاعتدال والتوسط في الإنفاق والعطاء، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أيضا الصراط المستقيم هو صراط الاعتدال وطريق الاعتدال. أنا لما أقرأ في هذه الفاتحة ينبغي أن أتأمل وأكرسها في حياتي. بقيت إشارة إلى قضية صلاة الجماعة. صلاة الجماعة الحمد لله مع وجود المساجد في منطقتنا وهذا المسجد المبارك منها، ومع وجود المشايخ والعلماء جزاهم الله خير وشكر الله مساعيهم، تقام صلوات الجماعة، ونحن نسأل الله أن يعزز هذا التوجه وأن يقوم المؤمنون جميعا بالتحرك في هذا الاتجاه حتى تصير صلاة الفرادى نادرة أو استثناء، يقال فلان كان من حضار الجماعة باستمرار، يعني إذا غاب عن صلاة الجماعة لابد يكون شيء استثنائي ولأجل سبب من الأسباب، وذلك لما للجماعة من أهمية. صلاة الجماعة هي حضور يومي لجمع المؤمنين من دون تشريفات، من دون صرف أموال، من دون بطاقات دعوة، من دون شلل. أنت الآن إذا تريد تعزم هالجماعة هذولا في مكان، تحتاج إلى دعوات، تحتاج إلى بطاقات، تحتاج إلى أموال ومصاريف وأكل وغير ذلك ومتابعات. صلاة الجماعة هي اجتماع يومي من دون كل هالأمور، لا أحد يحتاج بطاقات دعوة ولا مصاريف أموال ولا ضيافة ولا غير ذلك. طيب، فهي اجتماع يومي يحقق التلاحم بين المؤمنين. أكثر من هذا، صلاة الجماعة تعود الناس على القيادة العادلة على مستوى صلاة الجماعة، بل وعلى مستوى قيادة البلاد. احنا بالذات عند مذهب أهل البيت عليهم السلام عندنا صلاة الجماعة لا يؤم الناس إلا من عرفه الناس بالعدالة، واحد مو عادل ما نصلي وراه. طيب، ليس كل من جاء نصلي معه، نحرز عدالته ونصلي وراءه. هذا فيه معنى أن قيمة العدالة هي القائدة في المجتمع الإسلامي، وإنما أئمتكم في الجماعة وفدكم إلى الله، فانظروا من توفدون إلى الله. هذا طريق واحد أنت معطيه رأس الخيط حتى يوصلك إلى الله، لازم يكون مأمون وعادل وموثوق به. إذا كان في صلاة الجماعة ارتفع إلى مستوى أكبر وإلى قيادة الأمة، من الطبيعي أن يكون آنئذ العدالة موجودة. تكريس قيمة العدالة في قيادة الأمة من أصغر مسجد إلى أعلى قمة سياسية، هذا مما يحققه فكر صلاة الجماعة. صلاة الجماعة توجه الناس إلى المراقبة والتصحيح من الإمام للرعية ومن الرعية للمأموم في قضية حفظ المأموم على الإمام وبالعكس في الصلاة. أنتوا الحمد لله تعرفون هذه المسائل والمشايخ ما قصروا، لكن إشارة عندنا في الصلاة، الإنسان لو شك في صلاة فرادة له وظيفة معينة، من شك بين الثلاث والأربع مثلا يبني على الأربع، لكن في صلاة الجماعة لا إمام الجماعة إلى حق أن يسوي هذا ولا المأموم، وإنما إذا شك إمام الجماعة المأموم يصحح له ويحفظ عليه ويوجهه، وإذا شك المأموم الإمام يحفظ عليه ويوجهه ويصحح له. هذا فيه معنى أن الرعية تصحح للقائد لو أخطأ أو ساء أو تجاوز، وأن القائد يحرص على أن يحافظ على سلامة خط
الرعية، هذا أيضا في صلاة الجماعة يتجلى بوضوح. صلاة الجماعة فيها تنظيم للصفوف، ترتيب، إلى غير ذلك من الأمور، لا نطيل الحديث في هذا المجال. من هنا رأينا أن الحسين عليه السلام اهتم بإبراز هذا العنصر في كربلاء، بالرغم من أن الموقف موقف عسكري وحربي، إلا أن الإمام أكد عليه. الإمام الحسين عليه السلام في مثل هذه الأيام يخرج من قد خرج من مكة المكرمة بعدما وصل إليها في الثالث أو الرابع من شهر شعبان. الحسين طلع من المدينة 27، وصل إليها يوم ثالث أو رابع على اختلاف الروايات، يعني استغرق في هذه الفترة 5 إلى 6 أيام وهو في الطريق، وبقي في مكة المكرمة شهر شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وشيئا من ذي الحجة، وفيها الأثناء كان يستقبل المتعلمين، وكان من يريد نصرته أيضا يراسله في هذه الفترة. طرأ تغير استثنائي على هذا الأمر لما عين الفاتك الشرس عمرو بن سعيد الأشدق العاص الأموي على مكة، على المدينة المنورة، وضم إليه مكة المكرمة. عزل الوليد ابن عتبة المسالم وعين هذا الشخص الشرس. هذا أول عمل قام به، أنه دس إلى الحسين عليه السلام 30 مقاتلا ليغتالوا الإمام. غيلة، عندهم السلاح تحت أرديتهم، أي مكان حصلوا يضربون الإمام ويغتالونه وينهون حياته في أي مكان، حتى لو كان في المطاف. هذول لا يعرفون ترى حرمة الأشهر الحرم، ولا حرمة المكان المحرم، مكة المكرمة المسجد الحرام. بنو أمية لا كان عندهم قيم دينية ولا كان عندهم قيم اجتماعية عرفية. طيب، فلما علم الحسين عليه السلام قال قولته: لأن أقتل خارج الحرم بشبر أحب إلي من أن أقتل داخل الحرم بشبر، ما أريد أن تنتهك حرمة الحرم بسببي. لذلك عزم على الخروج من مكة المكرمة. هاجت مكة بأهلها، كيف الناس جاءوا إلى مكة المكرمة ليحجوا بحج الحسين، هو أمير الحاج من الناحية الشعبية، يرون منسكه، يحجون بحجه، وإذا بالحسين قد غير هذا الأمر وهو خارج من مكة المكرمة يوم 6 في بعض الروايات أو يوم 8 في بعض الروايات. ذهب إلى الحرم ووقف بين الركن والمقام وقام في الناس خطيبا، قال: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم، ما خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، ينعى نفسه أبا عبد الله ويقرأ مصيبته قبل وقوعها، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بها عينه وتطمئن بها نفسه، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه،
فليرحل منا فإني راحل مصبحا إن شاء الله، كأنك تنادي من داخل قلبك لبيك أبا عبد الله، لبيك داعي الله، لبيك يا ناصر دين الله عز وجل. غير الإمام عليه السلام حجه وغير عمرته وانطلق إلى كربلاء، جاء الناس إليه: أبا عبد الله أين حجك؟ أين مناسكك؟ لسان حاله: أنا لي حج آخر ومنسك آخر وتلبيات أخرى، دعونا نلبي مع الحسين. لبيك يا ربي عن ديارك أنا ما أطرد، لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما أطرد، لبيك تذبح عزوري ظلنا ما أفرود، لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون. تتروح الحج وأنت آمن لا خوف عليك، لكن سيدك الحسين كان يخاف أن يغتال على نفسه وعلى أهله وعلى أنصاره. لبيك يا ربي تقبل منسكي ولا يعمى، واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة الأطفال. لبيك حتى الشمر إلك حالة تقدر تسمع، لبيك حتى الشمر يصعد على صدري بلين عار. اعيدها واذكرك بالمصيبة: لبيك حتى الشمر يصعد على صدري بلين عار، لبيك نحري النحار وصدري يدوسون وحسينا. لبيك انا حسين السبط ما راقب وشا، لبيك انا حسين السبط ما راقب وشا، لبيك راسي يرفعون برمح عدواني، لبيك توقف حايرة بالشام نسوان، لبيك توقف حايرة بالشام نسوان يقيدون. لبى الإمام الحسين تلبية أخرى وضحى تضحية أخرى، وخرج باتجاه العراق في سحر الليل بأبي وأمي، حتى جاءه محمد بن الحنفية: أخي أبا عبد الله، ألم تعدني أن تعيد النظر في أمرك وأن ترجع عن مقصدك؟ إني أخشى عليك. قال: لا، إني ماض لأمر أمرني به ربي، فقد شاء الله أن يراني قتيلا. أخي أبا عبد الله، رد النسوة إلى المدينة، نحن نحفظها أرجعهم. قال: شاء الله يا أن يراهن سبايا. أين حجك
من انسكوك قال بلسان الحال هسه نعيدي وحجي اتعين بأرض الطفول وارد ضحي بالصناديد الذي حولي وقوم هذا جسم مقطعين وذاك مقطوع الجفون هذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته ولا تشوف شلون هرويل من يناديني شبايا ابتدئي بالتلبية والنوح ما بين لطنا نوب صاب المشرعة يا وانظر قمر عدنان غاب نوب وسط المعركة للولد أرفع جثة وادي حد غير وادي والشهاير غير الشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات